يوجد اليوم في مصيدو مواجهة كبيرة بين الطعم الوردي والذهبي. سوف يكون هناك الكثير من المرح. ابقوا معنا. سأبدأ. واو، أنا محظوظة. ماذا لدي؟ كلانا محظوظتين. رائعة، هذه الحقيقة الرائعة. أوافقك، لكنني لن أرفض حلوى أخرى، لذلك سأخذها. مهلا، ماذا لدي؟ لا أعرف، لكنني سأخبرك كم كانت هذه الحلوى لذيذة. نعم، لذيذة حقا. لا بأس، لدي فكرة. منذ أن أخذت الحلوى الخاصة بي، إذن سأخذ النافورة الخاصة بك. النافورة بالتأكيد أفضل من القليل من الحلوى. لطيف جدا، الآن يمكنني أن أشرب من نافورتين. لذيذ. حسنا، هذا ليس عاجلا. أفتح. لننطلق. رائع، لملكة جميلة، تاج جميل. واو، مدهش. لكن تاجي ليس أسوأ، إنه جدا وردي وبراق. لا تقولي، تاجك رائع أيضا. انظري إلى الفستان الذي ارتديه، أشعر وكأنني أميرة حقيقية. وهنا يأتي الأمير. مرحبا جميلتي. حسنا، هل ستأتي معي؟ مقرف فظيع، لا أريد أن أكون أميرة لمثل هذا الأمير. الفستان ذهب، كان رائعا. لا تقلقي، دعينا نتشارك بالتاج اللذيذ معي. واو، هل يمكنني ذلك؟ بالطبع، تفضلي، دعينا نأكل معا. تماما مثل أفضل الأصدقاء الحقيقيين. رائع. أتساءل ماذا لدينا هذه المرة؟ رائع، إنه كيت كات. جميل، وأنا أيضاً. لوح الشوكولاتة الخاص بي وردي فقط. لا أستطيع الانتظار، أريد أن أتناول حلوى لذيذة في أسرع وقت ممكن. كم هو لذيذ، فقط يذوب في الفم. هل قلت يذوب؟ يبدو أنك مشتتة، سأخذ حقنة حلوة. الآن لدي محقنتين للاختيار من بينهما. يمكن عصر حفنة من الشراب على الشوكولاتة. حسنا، لنجرب. لذيذ. أين محقنتي؟ مونيكا، أعدي لي خاصتي، أريد الشراب. أوكي. هل تريدين بعض الشراب؟ خذي. رائع، هيا بنا. حسنا، خذي هذا. ألا تخجلي؟ أنا كلي لزجة الآن. أنت أول من بدأ. أين الحلويات؟ واو، يا له من جمال، لدي قلب ولدي مفتاح كبير جدا وذهبي. أتساءل ما هي الهدية التي تنتظرني في الداخل؟ يمكنني معرفة ذلك فقط بمساعدة مفتاحي الذهبي. بالضبط، أنا أيضا أتساءل بالفعل عما بداخلها. بالداخل هناك دبابة مطاطية وذهبية وسكرية، يبدو أنها لذيذة جدا. هذا صحيح، الآن لدي أسنان ذهبية، فأنا غنية جدا. نعم، سن ذهبي رائع. والأكثر روعة هو مجموعة من الأسنان الذهبية. رائع جدا. بالطبع إنه رائع، انظري لهم. الآن فمي مغطى بالذهب، كم أنا جميلة. لديك دبابة، لكن ماذا ينتظرني؟ لا أستطيع حتى فتحه، القلب ليس مفتاحا على الإطلاق. لا بأس، لا تقلقي، سأساعدك. الآن أسناني قوية جدا، سأفتح القفل معهم. رائع، شكرا جزيلا. لدي مجموعة من الدبابة المطاطية السكرية، تفضلي. هاي، انظري
انظري، يمكنني أكل الدب كله. أنا يمكنني فقط فعل نفس الشيء، فقط أسرع. نحن محظوظين، الدببة لذيذة جدا. أوافقك، فقط هي. ما هذا؟ رائع، هذا خاتم ضخم. أنا أريد ذلك أيضا. سعيدة الحظ، لدي نفس الشيء، ذهب فقط. ليس لي وقت طويل، سأخذه. مهلا، أين خاتمي؟ إنه على إصبعي. الخواتم ليست جميلة فقط، ولكنها لذيذة أيضا. أعيدي الخاتم، إنه ذهبي، لذلك هو بملكي. حسنا فليكن، لسبب ما لا أستطيع خلعه. أعتقد أنني سأجد شيئا مفيدا في حقيبتي. حسنا لا، سأفقد إصبعي. نعم، هذا أيضا. هل أنت جادة؟ هل ستقطعي إصبعي؟ مرة أخرى لا. ماذا لدينا؟ الآن هذا ما أحتاجه. يمكن أن يساعد في هذه المواضيع. الشيء الرئيسي هو أنه لا يؤلم. أوافقك، نحتاج إلى السحب الآن. واو، كم هو ضيق. بحذر، لقد تمزقين إصبعي. أحتاج إلى خاتمي. أنا أسقط. أنا أمسك بك. الآن يمكنني معرفة مدى روعة هذا الخاتم. كم هو غير سار، أنا أسقط. لكن تناول خاتم لذيذ ليس شيئا سيئا على الإطلاق. رائع، لدي سمكة لذيذة ذهبية، لا بأس. رائع، لدي سمكة شوكولاتة، جميلة جدا. من الجيد أنها ليست حقيقية، طعمها أفضل من هذا القبيل. كيف طعمها؟ فقط ممتاز، لكن لدي فكرة. لهذا أحتاج إلى منديل سحري. يظهر بنفس الطريقة السحرية. الآن دعنا نضيف بعض السحر إلى هنا. ماذا سيحدث؟ الآن سترين بنفسك. نجحت، رائع، أحبه. الآن لدينا مجموعة من الأسماك الصغيرة. طعمها أفضل من تلك السمكة الكبيرة بالشوكولاتة. لا أستطيع تحمل ذلك، أريد أن أكل كل شيء في أسرع وقت ممكن. واو، يا لها من شراهة. أنا جائعة حقا. حان دوري الآن. مثل هذا المنديل السحري سيكون مفيدا لي أيضا للتعامل مع السمك. أو لا، أنت تفعلين كل شيء بشكل خاطئ. يا له من كابوس. وأحصل على الكثير من الأسماك الحقيقية العادية. لقد حذرتك أنك تستحضرين الشيء الخطأ. ربما سيكون لذيذ. لا، إنه مجرد قرف. مسكينة مونيكا، لا تنزعجي. يمكن أن يكون الطعام إما ذهبياً أو وردياً، المهم أنه لذيذ، وعملية أكله مضحكة ومضحكة للغاية كما في فيديو اليوم. ابقوا مع مالتي دو.